شركة شيري أقول هنا في صالون البهية أوتو اليوم الافتتاح الرسمي للسيارات الهجينة الهايبريد كار الفيوكيل إبريد اللي تم تدشينها قبل قليل من طرف السيد والي ولاية وهران. الموديلات متوفرة حسب الأنواع وحسب الكمية المتوفرة. سيتم كذلك افتتاح قاعة عرضنا في ولاية وهران أواخر شهر فبراير. احنا متواجدين من أجل تلبية رغبات الجمهور الوهراني ونتيح له الفرصة الكاملة لاختيار ما يريده في هذه الموديلات. راح نحاولوا نلبي رغباتهم. عندنا أجل 45 يوم راح نلحقوا وين إن شاء الله. قبل سلمنا 1600 سيارة شهر جونفي لزبائن اللي قدموا طلبياتهم في شهر ديسمبر. في شهر فبراير راح نسعوا 6400 زبون نسلموا له سيارته على غرار الطلبيات اللي راح نسلموهم إن شاء الله في هذا الصالون. راح العملية راح تسير بشكل يومي. عندنا تقريبا يوميا تسليم 120 سيارة على توزع على كامل التراب الوطني حاليا على أن تكون مستقبلا في أجال تسليم قريبة جدا. نسعى لأنه نحرص أنه يكون 58 موزع وليس فقط 35 أو 36 اللي وصلنا لها اليوم على أن تتم العملية تباعا في المستقبل إن شاء الله.